سمعت الله معك جريده ديال جريده نيوز، ممكن انك تتحدث مع المنتوج ديالك. مرحبا سيدي بها، انا السيد حميمه محمد البشير، عماله الطاطا اقليم في مزغيط دوار ام الزرو، مربي المعز درعا اللي كيعيش في الكوري وكياخذ العلف الفصه خضراء والفصه يابسه والتبن والشعير وواحد النوع من العلف كيقول له 70 في الساحل، وكيعيش في الكوري وكيولد حوالي جوج مرات في السنه، كيعطي من واحد حتى جوج حتى ثلاثه وممكن يوصل حتى لاربعه، وممكن الا كان شي بلاصه فين كيرعى قريبه كيرعى فيها، كيسرع على برا واخا كيعيش في الكوري، واخا الا درتي في الكوري كيعيش، ولا تلقطي على برا كيعيش، ربما كيقدر يضرب حتى لواحد جوج كيلومتر ولا ثلاثه كيلومتر في النهار يعيش بها. وهذا هو هادو هما الذكوره اللي كتشاهدوا، وكاينين النتوات، وهذا الشيء اللي كاين عندنا بالنسبه للمعيز، هذا الشيء اللي تيكون.